يعتبر مسجد الجزائر الأعظم من بين أهم الإنجازات المعمارية الإسلامية البارزة في الجزائر. صمم المسجد لاستيعاب 120 ألف مصلٍ في قاعة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، لتكون حسب المصممين ثالث أكبر مصلى في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي، إذ يشمل مكتبة فيها مليون كتاب، إضافة إلى ارتفاع مئذنته التي تصل إلى 265 متراً. يحتوي جامع الجزائر على قبة يبلغ قطرها 50 متراً، وهي تتوسط قاعة الصلاة التي تمزج فيها الجانب الوظيفي والجمالي، فهي مكونة من غلاف داخلي وخارجي لتكون من الداخل قراءة عصرية لقبة المقرصنات التقليدية المستمدة من المعمار الإسلامي. أما الخارج فغلفت بمصفقات مشربية تزيينية تبرز الوجه الداخلي للقبة وفق الهندسة التقليدية. وحسب مجسم جامع الجزائر فقد توجت قاعة الصلاة المزينة بالرخام والحجر الطبيعي بقبة عظيمة ذات جدارين يحتويان على فتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى القاعة، كما تضيء بأنوارها ليلاً لتجعل منه تحفة معمارية بامتياز. كل هذه المميزات خطفت أنظار العالم في أقل من سنة من تدشينه لينال جائزة سوبر أقدم جوائز العمارة العالمية، ويصبح بذلك كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم.